في الجيل ده. لو انت مسؤول في النادي الاهلي تتعامل ازاي مع موضوع علي معلول؟ يعني امبارح كابتن محمد رمضان الحقيقه الراجل طلع قال لك انه علي مكمل معانا السنه دي، وان عقده احنا ملتزمين بيه ومستنيين حالته ان شاء الله لما يرجع بالسلامه ومتوقف على حالته، ده اتفاق بيني وبينه، وانه العقد بيبقى سنه بسنه. مظبوط. ففسر وفهم انه دي اخر سنه جزء علي معلول مع هو كده النادي الاهلي، وانا طلعت ووضحت الحاجه. لا لا هو انت هو يعني تحلها ازاي؟ وجود يحيى او علي طبعا واحد من من الناس اللي عمل اضافه كبيره جدا طبعًا جدا جدا طبعًا واتحط من ضمن اساطير النادي. يعني صراحه علي اضافه كبيره حاجه عظمه طبعا، 8 سنين ولا افضل ولا احسن من كده في البطولات والاداء وكانه في النادي من 20 30 سنه. من مدرسه الكوره. فليه طبعا كل التقدير والاحترام. وفي نفس الوقت يا كابتن هو زي ما كنت لسه بتكلم على عماد. نعم. ان انت تمشي من النادي او ان انت تحس ان مسيرتك مع النادي خلاص بتنتهي. نعم. بيبقى موقف صعب طبعا، ولكن النادي الاهلي دايما مقدر اكيد كل اولاده بما فيهم طبعا علي معلول. الكلام كان كويس، بس الناس خدت الجزء اللي في الاول بس. نعم. ما خدتش الجزء الثاني. بمعنى ان علي النهارده راجع من الاصابه، ممكن يرجع بحاله فنيه كويسه جدا، والنادي الاهلي يحتاجه يجدد سنه كمان، والكل منتظر. الناس ربطت بس الجزء الاولاني، وربطت كمان جزء اكبر بالتعاقد مع يحيى عطية الله. وبس انت كنت مضطر اكيد، ويحيى برضه لاعب كبير وان شاء الله يكون اضافه كبيره ويكمل مسيره المحترفين اللي كانوا موجودين في المكان ده، بدايه من جيلبرتو وبعدين علي معلول. يمكن المصريين بقى برضه نفس الكلام، عشان دخلنا في اللعيبه المصريين في المكان ده من اول الكابتن ربيع ياسين وعماره وسيد معوض وعبد الوهاب. الناس اللي شاركت هنا هي دي سنة الحياة طبعا. ليك طبعا كل التقدير من كل الأهلوية. نعم. إن شاء الله يرجع بحالة فنية كويسة جدا إن شاء الله، ولو تجديد سنة كمان مش هيبقى فيه مشكلة بالنسبة سنين. للنادي 10 سنين مفيش مشكلة. طبعا بنفس الكفاءة وبنفس طيب. ما حصلش، فأكيد علي برضو بيكن لمصر بشكل عام ليه؟ وللنادي الأهلي طبعا بشكل خاص كل الاحترام. طيب.